شهدت العاصمة الفرنسية أمس عدة عمليات إرهابية متفرقة، من بينهم حادثة مسرح الباتاكلان، حيث تحول من مكان تراثي فني إلى مسرح للجريمة، وذلك بعدما اقتحم 4 ملثمين المسرح أثناء العرض الموسيقي لفرقة نسور الموت، وقتلوا بعض الحضور واحتجزوا البعض الآخر، حتى جاءت الشرطة وحاصرت المسرح لثلاث ساعات ثم اقتحمت. وحينها قام الإرهابيون بإطلاق الرصاص على المحتجزين بعشوائية دون رحمة، وأسفر ذلك عن وفاة أكثر من 100 مدني وإصابة 200 آخرين. وكشفت مصادر بالشرطة الفرنسية أنه تم تحديد هوية أحد مرتكبي الحادث، وأوضحت المصادر أنه تم التعرف على مطلق النار عن طريق بصماته، وتبين أنه فرنسي الجنسية ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات. وقد اتخذ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عدة قرارات بشأن الحادث، وهي فرض حالة الطوارئ بأرجاء العاصمة، ونزول الجيش للشوارع الفرنسية، واستخدام أقصى درجات التعامل الأمني، بالإضافة لإغلاق جميع منافذ الحدود للبلاد. ويذكر أن تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هذا الحادث، إلا أن أجهزة الشرطة الفرنسية والمعنيين لم يعلنوا بعد عن منفذي الحادث. سالي تراد، 10 مساءً.